عسلامة مسيو. مرحبا عسلامة. قد منا روحك. بدر الدين حسني. مرحبا بك مسيو بدر الدين. قد فاش تعمل في حياتك؟ أنا ميزيسيان. مرحبا بك. أسباب الهجرة إلى الخارج، العبيد اللي قررت أنها تهاجر. هاجر كيفية قانونين ولا حرق؟ قانونين. قانونين هذيك حاجة أخرى، قانونين يمشيوا يلقاو كونترا، يمشيوا يخدموا أمورهم هانية، ثم حتى مشكل، فهمتني؟ مادام لقى كونترا هو مخير من تونس، ما يلزمو يهاجر، يلزمو يمشي باش يكون مستقبله ويشوف حياته. يعني المواطنين الكل يروا أنه الفرصة متاحهم خارج تونس مش في تونس، فمش عبيد تنجم تحقق أحلامها في بلادها؟ ثم برشا ناس تحقق أحلامها في بلادها، إذا كانوا عنده مستقر، إذا كانوا عنده خدمة رسمية، عنده سيناسيس، عنده متوفرت له كل شيء، هو البشر يرى روحه، راه يعرف روحه، يعرف روحه هو متوفرت له الأمور هذيك، ينجم يعيش بشهريته، يعيش بالقداف بلاش قروض، بلاش شيكات، بلاش تحايل ولا حاجة، فهمتني؟ ينجم يبقى في تونس في بلاده، ممكن يرى بلاده خير. وساعات خاطر يسمعوا على الغربة ويسمعوا ظروفها ويسمعوا صعبها ويسمعوا في حكاية الأوراق، حكاية اللوجمون، فهمتني؟ ممكن كي يرى روحه هنا عنده شهرية مستقرة، واحد يرى روحه في تونس خير. أغلبية العبيد توا ما عادش تحب تكون شهارة. عليه مثلا شنو توا أنت تحب المهنة الحرة؟ المهنة الحرة هو باش يلزم يكون عنده كابيتال، مهنة حرة. إذا كان ما يعودش عنده كابيتال كتاه مهنة حرة. برشا عبيد قالوا بينا مسفر. منين باش تجيه المهنة حرة كي يبدأ ما عندوش كابيتال؟ كيفاه باش يخدم مهنة حرة؟ باش يحط 4 بكوات دخان في الشارع هكا ويبيعهم، هذيك ما تسماش خدمة، فهمتني؟ مع احترامي للي يبيعوا في الدخان. خدمة تنهار في عار. أما ما تعيشوش إذا كان عنده صغار، خاصة لهنا السكن حدث ولا حرج، فهمتني؟ ما عندوش دار وباش يكري، وفهمتني مشكلة كبيرة. أقل استديو في وكالة، مش استديو في وكالة، يقول لك 400,000 ولا قداه، تولي له مشكلة كبيرة هكاك. فما صعوبة في الهجرة القانونية مقارنة بقبل؟ صعيبة ياسر، قبل كانت سهلة على الأخر، فهمتني؟ اسأل مجرب ما تسألش بيه. توا ما عادش يا حسرة، وينو؟ شكون؟ توا فرنسا ما عادش تقبل، إيطاليا ما عادش تقبل، يعني ما عادش راهم هما عندهم ازمات كيف ما احنا راهو في الاوروب، فهمتني؟ ما يراوش الاوروب جنه، راهو والا يحط ساقو لهنا باش يعرضوا له على الخدمه واحد، فهمتني؟ راهي صعيبه برشا، الناس ما يعرفوهاش، ما يعرفوش هو بالكونترا، وماهوش ملي يهبط باش يعملوا له اوراق بالكونترا، يبدا عنده كونترا وماشي في هجره قانونيه، ماهوش ملي يهبط، ثم باش يجربوا باش يخدم 6 شهور ولا قدا عام كونترا ويحب لك، فهمتني؟ انت هاجرت قبل مسيو؟ ايه. شنو الفرق بين الخدمه في تونس والخدمه خارج تونس؟ سينو وين هاجرت؟ شوف في تونس، في تونس اغلبيه نقول لك 80% الخدام مهضمه حقوقه. ايه. هما يمتازوا علينا بالحاجه هذه في اوروبا، في اوروبا تخدم عندك حقوق كامله. وين بالضبط انت هاجرت؟ مشيت لفرنسا. فهمتني؟ نمشي مع الفرق واحد وقعدوا. بالنسبة كيف ما قلت لك في تونس الخدام راهو حقوقه مهضومة على الأخر، 80% باش تلقى اللي هما ما عندهمش حقوق، تلقاهم شطرهم يخدموا في النوار لهنا، بلاش سيناسيس، بلاش حقوق، بلاش أسيرونس، ساعة على ساعة واحد يعمل أكسيدون في الخدمة نتاعو، يمشي يداوي على روحه ويعمل، وتلقاه ما عندوش كارنيه نتاع دواء وما عندوش. هما يمتازوا علينا بالحاجه دي. اذا كان خدام قانونيا في الاوروب راهو جميع حقوق موجود، حب تونسي والا فرنساوي ولا الماني، المهم تخدم امور قانونيه وعندك لي بابيي، عندك حقوقك كامله 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 بالنسبه للاوروب. في تونس لا، تونس راي انا نقول لك ممكن اكثر من 80%، فهمتني؟ اللهم الوظائف الحكوميه، فهمتني؟ أبقى أنت تخدم في شركة في تونس ويعود مولاها غني بالمعنى، شركة كبيرة، فهمت؟ تلقى 100 خدام، تلقى فيهم 50 مريق لوضعيتهم و50 لا، فهمتني؟
هذا اللي يخلي الشباب يحب يهاجر من تونس. الشباب بلقى صعوبة. اسمعني، بالنسبة للشباب راهو عنده حق، راهو كيف يحرق ويمشي للبحر يرمي روحه في البحر. أغلبية الشباب بطالة بشهيدهم، عندهم دبلومات، عندهم مترسين قاعدين، فهمتني؟ ما يخدموش، يعمل مطالب، يعمل واحد، انت كي يعمل مطلب للجيش ولا يعمل مطلب للديوانة ولا للسجون، فهمتني؟ شكون باش يقبلوهم يا حسن؟ فهمت؟ يقبلوك انت اقل مني مستوى وما يقبلونيش انا، خاطر انت عندك اكتاف. لهنا في تونس راهو بصراحة بكامل صراحة اللي ما عندوش اكتاف راهو يذيع. شباب بالحق، شباب قاعد بطال ما لقى ما يخدم، فهمت؟ ما عندوش شي يخدم الشباب. يخير مسكين يفد يموت، يرى في فئه من الشباب بكرهبهم بموتوراتهم شيخين لبسه، وهو تلقاه مسكين ما عنده حتى شيء، فهمتني؟ ظروف بوه تعبه، ظروف امه تعبه، ظروفهم في العائله تعبه. يخمم هو يسمع بايطاليا ويسمع في فرنسا، هو الشباب ماشي في فكره حلمه، لكن نرى شطارهم يمشي وبطاله. انا ريتهم بعيني بطاله وما عندهمش يباتوا في الشوارع، فهمتني؟ اما هو حتى كي تحكي له شباب تقول له راهي صعيبه، راهو ما عادش ثم خدم، راهو مش كيف ما قبل، ما تراش اللي هبطوا عندهم كراهب، راهم هذوك ما عندهم 30 و40 سنه في الاوروب، هذوك مشاو وقت الغفل. اما راهو توا الاوروب راهي صعيبه ياسر، ولدي سايب عليك ما تمشيش، فهمت؟ يفد يقول لك انت انا هنا ميت. انا توا صحيت، انا ما عنديش توا 4 ساعات كنت نحكي مع واحد صاحبي يخمم، فهمتني؟ يخمم في الهجرة رغم انه كبير ماهوش صغير، العمر نتاع 50 سنة. مسكين ما الله غالب، خلي فديت، خلي نمشي تي نرمي السنارة مع العباد، يعني ميت خلي انا هنا، فهمتني؟ هذاك عليه شوية راهو منا تكوي ومنا تكوي. شباب يخاف يقعد في تونس يستنى في فرصته لين العمر يمشي بيه، العمر يكبر لا يعرس ولا يعمل دار، خاصة الساعة إذا كانت يخمم باش يعمل دار من المستحيلات العشاء. وكيف يمشي يخطب هو صغير، أول ما تسأل أم الطفلة تقول له عندك دار؟ أي هذا سؤال صحيح. وشنو خدمتك؟ شنو مسكين وين؟ فماش يقول لك خل نمشي أنا أخويا، رغم أني يعرفها راهو صعيبة ويعرفها اللي راهو 30% يمنع و70% يموت في البحر. جيت لوم تعذر، فهمتني؟ منا تكوي منا تكوي. هذاك علاش الشباب يرمي في روحه في البحر. هنا ما همش لاقين فرصتهم، وبكامل صراحة الحكومة متاعنا ما هيش ملوجة على الشباب، ما عندهاش برنامج واضح للشباب، الشباب مش فاهم روحه شنو هو يعمل. الشباب ماهوش فاهم روحه، أغلبية الشباب راهو عندها شهايد، راهو شبابنا قاري، شباب شوفهم في الشارع راهو كلهم قارين وكلهم متثقفين، فهمتني؟ ماهمش بطالة، وهو عنده مستوى تعليمي خير ما اللي يخدم في بنك، او خير من اللي يخدم في لاسيرونس، وخير من اللي يخدم في التليكوم. مي ما عندوش مسكين فرصه، شباب تشوك تشوف شباب الكل ضايع، ما عنده ما يعمل مسكين. هذيك التخمام تقولوا اي، انت كنت تسال شباب توا في تونس اي واحد يقول لك باش كان نلقى حلقه نحرق. تنساك برقة لوهيلي كان عندي فلوس يا ولدي من غير ما يشاور امه ومن غير ما يشاور ابوه يمشي يحرق عليه. هك تشوف شباب بطا، وراه ماهوش ما واعي الشباب، راه شبابنا واعي ومتثقف وقارين زاده بالقديه بالقديه. مي الله غالب ما ثماش برنامج واضح من الحكومه للشباب. الكبار راهي الكبارات، مثلا انا ولا ابوك ولا سلكوها سلكناها قبل، فهمتني؟ مي توا صعب، وتشوف في الغلاء والدنيا تي، هو شباب باش يقعد في قهوه يمشي القهوه اللهم في حومته، ممكن القهوه زي يعديه، ممكن بدينار القهوه، باش يحب يهبط لافيني يحب يتفرهد شويه واحد، قهوه ب 4000 مني ما عندوش مسكين، ما عندوش. راهو شباب يقاس يقاس، هو الشعب التونسي الكل يقاس، حتى الموظفين يقاس. انت يسال الموظف تو يقول لك راني مخنوق لهنا، عايش قد قد وفي الروش يا بنتي، في الروج كلها في الروج، الناس كل في الروج. تكذب شوف يكذب عليك راه، والله هم ثم تبقى باش نوليو كيف ما في المغرب، مع احترامي دولتنا هذيك الشقيق، ثم طبقتين، طبقه ولينا تبقى بلافون وتبقى تحت صفر، فهمت؟ يعيشوا في القزادر، راهو ثم ناس تعيش في القزادر، ثم ناس ما عندهمش ماء، ثم ناس ما عندهمش ضوء،
ثي بربي شباب ويقولوا شباب أو شباب من الريف هبط لتونس. ثي ما عنده شيء في 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 الريف، لا عنده لا ماء لا ضوء لا عنده حتى شيء. كي يهبط هو لتونس لهنا يرى يقول لك مسكين خويا. بالنسبة أختي ولا بنتي معذور، الشباب راهو على الأخر. هذاك علاش راهو الشباب يحب يمشي تو الحكومة في بالهاش كل مرة بالانسيا وشقف غرقها وشنو يعرفوا خي شباب. أنا مستحيل باش تلقى واحد مترفه ويخدم ها ولاباس عليه باش يمشي، خاطر تونسنا باهية راهي، تونسنا فيها كل شيء. يحب الشيخات موجودة، يحب يمشي للجامع موجود حر، يحب يتفرهد يهبط يدور يلبس المزيانه موجوده، المزيانه موجوده، صح لو موجود، موجود كل شيء موجود. مي كان عنده فلوس ما توفرت له في تونس الشيء هذا يمشيش ما يمشيش، فهمت ما يمشيش. هو مسكين ما عنده، الشباب الله غالب.